مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام متابعي قناه ابو ظبي الرياضيه الاولى ناتي بكم الى ملخص هذا اليوم يوم السبت 16 من شهر نوفمبر لعام 2019 بانطلاقه سن الاذاع والامتاع حيث انطلق 20 شوطا في هذا الصباح الجميل وهذا هو ملخصها الشوط الرئيسي الخاص بالأبكار لإذاعة المحليات الأصايل مع الشاهينية عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري تهانينا والناموس على هذا الفوز الذي قدمت الشاهينية بعد منافسة قوية بتسع دقائق 17 ثانية خمسة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز. يأتي الشوط الثاني فكانت المتحدة لعايض بن سعود بن علي الفيد المري هي من أكدت هذا الفوز وحدة أبناء المملكة هذا الانتصار بتسع دقائق 19 ثانية وفاء وتماما وكمالا. ليأتي الشوط الثالث الذي انطلق فيه مبدع لعبيد بن أو لعيد بن محمد بن أحمد المزروعي وأكد هذا الشعار الفوز والانتصار من خلال هذا الأداء. هنا عيد بن محمد بن أحمد المزروعي بتسع دقائق 22 ثانية سبع أجزاء من الثانية. يأتي شوطنا الرابع وهو أول أشواط القعدان الإذاع المهجنات الأصايل فكان هداد لسلطان بن راشد بن قشيم الشامسي وأكد سالم بن علي راعي الغزالة هذا الفوز من خلال هذا الأداء بتسع دقائق 16 ثانية تسع أجزاء من الثانية. بينما يأتي شوطنا الخامس وبداية الجولة الثانية فأكدت غنائم لأحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي هذا الفوز والانتصار وسلاماتنا عيناوية وسلام غنائم سلام بتسع دقائق 18 ثانية وفان وتماما وكمالا تهانينا لأبو فيصل على هذا الفوز. بينما يأتي شوطنا السادس الذي انطلقت فيه ذخيرة فأكد عاشق السلالة الشاهينية خليفة سعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي هذا الفوز الجميل الذي قدمته ذخيرة وقطعت مسافة السباق في تسع دقائق 19 ثانية ست أجزاء من الثانية تهانينا والناموس. يأتي الشوط السابع فكان فيه شاهين لمحمد بن ناصر بن علي بن حمد النعيمي مؤكدا شعار النعيمي هذا الفوز الجميل وهذا التحدي المثير تهانينا والناموس ولحظات الوصول مع شعار النعيمي ومع شاهين بتسع دقائق 16 ثانية وجزئين من الثانية. يأتي الشوط الثامن فكان فيه متعب لرياض بن ثامر بسليمان السعدون وأكد هناك أبو ريان هناك أيضا من خلال هذا الأداء المميز ومن خلال هذه التحديات المثيرة. هنا أيضا تسع دقائق 19 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية شكرا صالح بنية البلوي. بينما شوطنا التاسع فكانت فن لراشد بن طالب شرم المري أكد هذا الفوز والانتصار من خلال هذا التواجد الجميل والتحدي المثير فكانت فن مع الموعد بتسع دقائق 15 ثانية وتسع أجزاء من الثانية. بينما يأتي شوطنا العاشر الذي انطلقت فيه الشامخة فكان سالم بن ناصر بن علي النعيمي أحد الأسماء القادمة هناك من خلال تواجد شعار الإمارات تبكار بتسع دقائق 22 ثانية ثمانية أجزاء من الثانية تهانينا والناموس. يأتي شوطنا الحادي عشر عاد مرة أخرى مع وبرة وحمد بن ناصر بن علي النعيمي مؤكدا هذا الفوز الجميل ومؤكدا هذه التحديات الجميلة بتسع دقائق 19 ثانية وسبع أجزاء من الثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل شكرا سعيد الحجري. بينما يأتي شوطنا الثاني عشر وذهب مع أيضا هذا الاسم وذهب مع هذه الانطلاقة مشاهدين الأعزاء فكان انطلاقتها مميزة ذكرى لسهيل بن عبيد بن خيرات العامري بتسع دقائق 17 ثانية وجزئين من الثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز. شوطنا الثالث عشر انطلقت في الشاهينية أول أشواط الانتاج وكانت هناك لعبيد بن خميس بشل
البودرخيلي هي صاحبة التوقيت الأفضل في هذا الصباح. 9 دقائق 13 ثانية وجزءا واحدا من الثانية تهانينا والناموس. بينما يأتي شوطنا 14 الذي انطلقت فيه مثيرة، فأكد أيضا هناك أبو محمد القادم من ميدان التراث ميدان السويحان سعيد بن محمد بن مبارك المهيري هذا الفوز. 9 دقائق من غير ثاني 5 دقائق من الثانية تهانينا والناموس. بينما شوطنا 15 هناك شاهين الهلال بن صوايح بن سيف الاكتبي مؤكدا فوزا وانتصار بعد منافسة شاهين لمنصور بن محمد بن حميد الدرعي، وأكد بن صوايح هذا الفوز وأهداها للقوع هذا الفوز. ب9 دقائق 18 ثانية 8 أجزاء من الثانية يأتي شوطنا 16 الذي انطلق فيه المتحد لسهيل بن رملي بن محمد العامري في منافسة رائعة وجميلة حتى الرمق الأخير تهانينا وناموس. 9 دقائق 18 ثانية 2 أجزاء من الثانية. بينما يأتي شوطنا 17 والذي انطلقت فيه الضبية لراشد بن علي بن نويصل المنصوري مؤكدا هذا الفوز والانتصار مع الضبية تهانينا والناموس، حيث قطعت المسافة 9 دقائق 21 ثانية وفاء وتماما وكمالا تهانينا والناموس. بينما شوطنا 18 تأتي فيه براعة للسيف بن سيل بن خيرات العامري مؤكدة فوز وانتصار وشكل ولا أروع هنا من خلال هذا الأداء المميز. 9 دقائق 13 ثانية و3 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لبن خيرات على هذا الفوز. يأتي محرض في الشوط 19 لراشد بن علي بن نويصر المنصوري تهانينا على هذا الفوز لبن نويصر والنقطة الثانية. ب9 دقائق 14 ثانية 2 أجزاء من الثانية يأتي شوط الختام، فكان مع شاي لناصر بن حمد بن سعد الدرعي مؤكدا هذا الانتصار القوي والتحدي المثير. ب9 دقائق 16 ثانية و3 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس للجميع. هكذا وصلنا بكم إلى الختام، ختام أسبوعنا السادس في تسعيرة هجن الرياسة السابعة، تسعيرة الوثبة التي انطلقت